الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كيف تتعامل مع القيل والقال؟ يقول أحد الشعراء: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. لكن عند بعض الناس المعادلة مختلفة، فعندهم على قدر أهل الشتم تأتي المغانم. يعيش بعض الناس على صناعة القيل وصناعة القال، وجل أخبارهم من وكالة أنباء قالوا أو يقولون. قول الإنسان هو جزء من عمله، وهو محاسب على ما يقول كما أنه محاسب على ما يفعل. لكن البعض يطلق لسانه بكل ما يدور في خاطره، وينسب ما يدور في خاطره وهو من الأوهام إلى الحقيقة، وأحيانا أخرى ينسب ما يدور في خلده إلى الله. يقول الله شكل يريد، رسول الله هكذا يريد. والمشكلة ليست في وجود أمثال هؤلاء، دائما كان هنالك من يطلق الكلام بلا مسؤولية ويعطي لنفسه الحق في أن يتناول كل شيء وكل شخص بما يحلو له. إنما المشكلة في أن كثيرا من الناس يهتمون بالقيل والقال، بل بعضهم يغير مواقفه بحسب كلام الآخرين، أو يتأثر نفسيا بما يقال له أو يقال عنه. والله واحد قايل فرد كلمة عنك، خلي يقول خير إن شاء الله، تغير مواقفك لكلمة قالها هذا أو ذاك. ألا ترى كيف أن الملوك والأمراء يكون بطشهم أقوى عندما يسمعون ما يكرهون، مع أنهم على باطل وما يقال في حقهم حق؟ على كلمة يذبحون إنسان، على قول. وألا ترى أنه لم يسلم نبي ولا وصي نبي ولا رجل صالح ولا ولي ولا مصلح من اتهامات باطلة وتجريحات ظالمة، ولم يرد أحد منهم على ذلك؟ نقرأ في وصية الإمام موسى بن جعفر ومواعظه لهشام بن الحكم قوله: يا هشام، لو كان في يد أحدكم جوزة وقال الناس في يدك اللؤلؤة ما كان ينفعك، وأنت تعلم أنها جوزة، بيدك جوزة والناس قالوا هذه لؤلؤة أو درة، يعني فعلا هاي الجوزة تصير درة ولؤلؤة؟ لا. ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس أنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ من هنا ينبغي أن لا نبالي بما يقول لنا هذا أو ذاك، ولا نستمع إلى كل ما يقال. أنا ملاحظ أكو بعض الناس في بعض المذاهب هذول عندهم مصدر واحد للثقافة، مصدرهم الديني ما يقال، ما يسمعون لا ما يقرؤون، فما يقرؤون كتب. يأتي رجل ويدعي ادعاءات باطلة وذولا يسمعون إلا الشيء اللي يقوله يمشي. أحيانا أحدهم يكذب على مذهب آخر بما لم يقولوا ويفتري عليهم، وعد هذا المستمع ماشي الأمر. رب العالمين لا يعذر هؤلاء الناس، كل ما تسمع تصدق على شنو؟ اقرأ، طالع، حقق. يقال في هذا الخصوص أن أحد الطلاب طلب من أحد العلماء أن ينصحه نصيحة، قال أعطيني في النصيحة تنفعني في حياتي وتقربني إلى ربي. فأمره العالم أن يذهب غدا إلى المقبرة ويذم الموتى هناك، قال له باكر تروح للمقبرة واحكي على الموتى. قال بعدين تعال عندي حتى أقول لك. الطالب عمل بما قاله وبما أمره، ثم جاء إلى العالم فقال له: لقد فعلت ما قلت، لقد ذممتهم وشتمتهم ساعة كاملة،
قال العالم: وهل سمعت منهم ردا على ما قلت؟ أحد رد عليك؟ قال الطالب: أبدا، موتى، أنا لم أسمع منهم ولا كلمة واحدة. قال العالم: إذن غدا تذهب إلى المقبرة نفسها وتمدح الموتى قدر ما تستطيع وترجع لي. وعمل الطالب بذلك وعاد إلى العالم فقال: لقد مدحتهم بما فيهم وبما ليس فيهم. فقال العالم: وهل سمعت منهم ردا على ذلك؟ قال الطالب: أبدا، لم أسمع منهم ولا كلمة واحدة، فهم موتى. قال العالم: نصيحتي لك أن تتعامل مع ما تسمع من ذم أو مادح بمثل ما فعله الموتى معك. إذا ناس مدحوك أو ذموك، أن تفعل ما فعله الموتى معك، لا ردوا على ذمك ولا على شتائمك ولا ردوا على مدائحك. فلا تهتم بما يذموك به ولا بما يمدحونك به، إنما اهتم بما يرضي الله عنك، وامتنع عما يغضب الله عليك، وبذلك تستطيع أن تفتح طريقك في الحياة. كلام الناس لا يضر ولا ينفع، كما أن كلامك للموتى لم يضر بهم ولم ينفعهم. الموتى لم يهتموا بكلامك، يوم اللي ذميتهم ما وصل ضر منك إليهم، يوم اللي مدحتهم ما وصل نفع منك إليهم، ما اهتموا بك. كلام الناس أيضا بالنسبة لك الشكل. يقول الإمام علي: أرفض القال والقيل تسلموا، وأكثروا ذكر الله تغنموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.